بسم الله الرحمن الرحيم. أود بداية أن أرحب بالجميع في وزارة الخارجية، وكما يسعدني أن أرحب بزميلي وصديقي السيد موريس جونسون وزير خارجية بريطانيا في أول زيارة له للمملكة العربية السعودية. اجتمع صباح اليوم مع سيدي خالد محمد الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز، وكما اجتمع مع سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسيجتمع بعد ظهر اليوم مع سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد. كانت الاجتماعات مثمرة وبناءة، وهذا لا يستغرب فيما حيث أن العلاقات السعودية البريطانية علاقات تاريخية تمتد جذورها على مدى أكثر من 100 عام. هناك تعاون أمني وتعاون عسكري، تنسيق سياسي، هناك تعاون اقتصادي، هناك تعاون تعليمي بين البلدين، وهناك عدد كبير من مواطنين البلدين يقوموا بزيارات أو مقيمين أما بريطانيين في المملكة أو سعوديين في بريطانيا. فيما يتعلق بالاجتماع مع معاليه اليوم، بحثنا التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بحثنا الأوضاع الإقليمية فيما يتعلق بعملية السلام وأهمية الوصول إلى حل شامل وعادل لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بموجب مبادرة السلام العربية والقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. تحدثنا عن الأوضاع في لبنان وأملنا في أن تستطيع الأشقاء في لبنان أن يشكلوا حكومة ويكون هناك استقرار سياسي. بحثنا الأوضاع المؤلمة في سوريا وأهمية الوصول إلى حل سلمي مبني على قرار مجلس الأمن 2254، وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين في سوريا. العراق طبعا موقف البلدين متطابق فيما يتعلق بأهمية إدخال الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في عام 2014 لإعطاء كل الطوائف والعراقية حقوقها ولضمان وحدة العراق ووحدة أراضيه ووحدة شعبه. بحثنا أيضا الأوضاع في اليمن وأهمية دعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سلمي في اليمن، ونتطلع إلى تحقيق تقدم في هذا المجال. فيما يتعلق بليبيا، بحثنا أهمية تطبيق اتفاقية الصخيرات وأهمية محاولة تقريب المواقف بين الفئات الليبية المختلفة من أجل الوصول إلى حكومة تمثل جميع الشقة في ليبيا وتستطيع أن تبني قدراتها الأمنية لتحافظ على أمن واستقرار ليبيا. طبعا بدون شك بحثنا الإرهاب والتعاون القائم بين البلدين والمميز بين البلدين في مواجهة الإرهاب والتطرف، وبحثنا أيضا تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة والذي مرفوضة من جميع دول المنطقة. فأنا أعطيتكم بشكل عام ما دار بينا، فكما هو واضح أنه كانت مباحثات تطرقت لأمور عديدة، لأن العلاقات بين البلدين علاقات تاريخية واستراتيجية وعلاقات عميقة، ونحن نقدر ونثمن هذه العلاقة ونسعى لتطويرها وتعزيزها في كافة المجالات. مرة ثانية صديقي وزميلي السيد موريس جونسون، أرحب بكم في المملكة العربية السعودية، وكما ذكر سيدي خالد بن حميد الشريفين هذه أول زيارة لمعاليكم، ولكن نتمنى أن لا تكون آخر زيارة. شكرا. Your hospitality and for the amazing way that we have been treated so far in our this is my first trip to Saudi Arabia and always an education ودائما اتعلم من هذه الزيارات التي نتزود منها للتعرف على جوانب العلاقات الدوليه. اليوم هنالك
هنالك أحداث إرهابية عديدة مثلما حدث في القاهرة وفي إسطنبول، وأعتقد أن ذلك يعزز أو يشدد أهمية التعاون بين الدول العمل معا لبناء والبناء على صداقتنا وشراكتنا والعلاقات الأمنية بين البلدين، وهي صداقات تعود إلى ما يقارب قرن إلى أكثر من قرن من الاتفاقيات التي شاركنا فيها. وقد تطرقنا اليوم إلى الروابط التاريخية بين البلدين عندما التقيت بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ومدى تقديرنا لمثل هذه العلاقات. فقد ذكر اجتماع قام بين الملك المؤسس الملك عبد العزيز ورئيس الوزراء تشرشل. بعد هذا التاريخ الذي شاهدناه اليوم أرى أنه أن العلاقات بين البلدين هي بنفس مستوى التعاون أو الوثيق الذي كانت به عند في ذلك الوقت. وعندما أتحدث عن رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 لعمل الإصلاحات واستعداد المملكة المتحدة لتحقيق أهداف هذه الرؤية. هذه ليست علاقة قائمة على العلاقات التجارية والأمنية، وإنما هي علاقة بين الشعوب، بين شعبي البلدين. ويسعدني أن أقول أن عدد الزائرين أو الطلاب السعوديين في الولايات في لندن أو في الولايات المتحدة، ونرحب بهم بها، عدد كبير جدا، وهم كذا يضيفون إلى المنظومة التعليمية في المملكة المتحدة. كذلك عن المسلمين البريطانيين الذين يزورون المملكة العربية السعودية سنويا لأداء الحج والعمرة. طبعا نحن هنالك تقارب كبير في المواقف تجاه التهديد الإيراني، خصوصا في سوريا وفي اليمن. وبالأمس ما ذكرته بيوم أمس هو متطابق تماما مع ما ذكره معالي وزير الجبير، وهو المآسي التي نراها أو الهجوم المأساوي على حلب في سوريا. وأعتقد أن هذا النقاش يؤكد على ما قلناه دائما، بأنه لا يوجد هناك حل عسكري لهذه المشكلة، بل لابد أن يكون هناك حل سياسي. عقدنا نقاشا مباحثات دقيقة جدا حول هذه الأمور جميعا، وكيفية العمل معا لمكافحة الإرهاب والأيديولوجيات السامة التي تبثها داعش والتي تضر بالإسلام. وأما فيما يتعلق باليمن، بأن المملكة المتحدة تدعم التحالف في سعيه لاستعادة الحكومة الشرعية، وكذلك الاستمرار في الحوار على وهنالك مباحثات أو حوارات مفصلة جدا حول هذه العمليات أو عمليات التحالف. هنالك طبعا في العالم قلق كبير حول معاناة الشعب في اليمن، ونحن جميعا لدينا التزامات لتخفيف من هذه المعاناة، ولكننا طبعا ندرك التهديد الكبير الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية بسبب وجود هذا النزاع في أو على حدودها. فالمدارس التي تمت تعرضت للقصف في داخل الحدود السعودية وما نتج عنها من قتل للطلاب أو الأطفال فيها، كذلك أن المملكة العربية السعودية تتعرض لأخطار الصواريخ الباليستية التي توجه إلى أراضيها. هذا أمر غير مقبول وغير مسموح به، وهو كذلك من أحد الأسباب التي تجعلنا نتعاون أو نحرص على التعاون لاستتباب الاستقرار والأمن لكامل المنطقة أو للمنطقة بكاملها. أكرر شكري لحسن الضيافة وحسن الاستقبال، وأعتقد أن هذه يمثل استقبال المملكة الذي تقدمه المملكة دائما.
Good afternoon. I'm Hello. Katie from Reuters. Katie, it's good to see you here, Mr. Johnson, and Mr. Joubert. It's been quite a while since good to see you again. نرى معالي وزير الخارجية باريس هنا. لدي سؤال حول تعليقات ذكرتموها في روما، وأعتقد ويمكنني أن أذكركم بها إذا لم لتحديد التعليق الذي ذكرتموه. أولا، هل قدمتم اعتذار للمملكة العربية السعودية حول ما ذكرته في روما؟ كذلك لدي بعض الأسئلة حول بعض التفاصيل هذه التعليقات التي ذكرتموها، فهل تودون التحدث عن اعتذاركم؟ أشكر لك هذا الموضوع. أنا هنا أو أنا موجود في المملكة لتأكيد على العلاقة التي أو الصداقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. وهو أمر متطور وفي توسع، ومن العدل أن أقول أننا نؤمن بأن يكون هناك وضوح وشفافية في علاقتنا مع بعض. فأما الآن إذا سمحت لي، هو المجال للتحدث عن الجوانب الإيجابية في هذه العلاقة. هل يمكنني أن أضيف لهذه التعليق؟ أو أود أن أؤكد على ما ذكره معالي الوزير عن التعليقات التي ذكرتها، فقد تم أو كانت مفهومة بشكل خاطئ أو سوء فهم، وأخذت خارج سياق الذي قيلت فيه. العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا وطيدة ووثيقة جدا، هنالك اتفاقات أو اجتماعات عديدة، وأعتقد أن هذا يتطابق كذلك مع سياسة المملكة المتحدة في اتجاه المملكة العربية السعودية، وهو ما شهدناه من رئيسة الوزراء في قمة الخليج في البحرين، وكذلك انعكس في التصريحات التي قدمتها وزارة الخارجية، أن هذه التعليقات التي ظهرت في الإعلام لا أعتقد أنها تعكس تماما ما قيل بطريقة صحيحة. السلام عليكم. My name is Sadam Atrafi. I'm the bureau chief of Arabia TV. Arabia TV. Mr. Johnson, Mr. Having said that, you were worried about the Iranian بعد threats ما قلتم أو ما ذكرتم حول أنكم تقلقون من التهديد الإيراني للمنطقة. How do you كيف see ترون clear existence of Iran, وجود الإيران الواضح من جانب العسكري في المنطقة في دول مثل سوريا والعراق؟ أعتقد أنه يجب أن نكون واضحين جدا، ويسعدني وأشكر لكم طرح هذا النقطة، ويسعدني أن أكررها. نعم، بكل تأكيد كانت هناك مباحثات حول العمليات أو طريقة أو إدارة العمليات في اليمن، ولا أجد شك من أن هذا أنه موقف يدعمه التحالف. رأيي حول هذا الموضوع واضح جدا، وكما ذكر معالي الوزير عادل أنه يجب أن نتابع مناقشة هذه الأمور بشكل واضح، ولكن فيما يتعلق بإيران الموضوع مختلف تماما، وعلينا أن نكون في منتهى الوضوح حول ذلك. نحن بحاجة لأن نكون إيجابيين. JCPOA I think وأعتقد كذلك does contain أن الاتفاق could be really valuable. اتفاق قد يحتوي على بعض عناصر قد تكون ذات قيمة، ولا يجب أن نتخلى عنها، وإنما علينا أن نبني علاقة مع إيران، فهذا هو المستقبل. ولكن علينا كذلك أن نكون واضحين وأن نكون حريصين ونكون يقظين ومتنبهين لما ما دور إيران في الكثير أو في مناطق عدة في المنطقة، وهو أمر كذلك يتفق معي عادل عليه، وهو أن نركز على نقطة أن يحرص الإيرانيين على أن يكون تأثيرهم أو نفوذهم من خلال الدبلوماسية، طرق الدبلوماسية والحوار، وهذا هو ما أود
in putting أود أن أوضحه وهو نقطة طرحتها أو شرحتها أو عرضتها بطريقة دبلوماسية. أعتقد أن نتفق مع الرأي بأن القائل بأن إيران على إيران أن تكون تتحمل مسؤولية أو تكون ذات مسؤولية في المجتمع الدولي وأن على إيران أن تلتزم كذلك بالقوانين الدولية ومبادئه. We will have the best of relations ونأمل أن نكون لنا أفضل علاقات مع إيران بناء على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولكن للأسف فإن تاريخنا مع إيران على مدى السنوات الماضية كان هو تدمير، فهي إيران دولة تدعم الإرهاب، وهي دولة تقوم بتفجير السفارات واغتيال الدبلوماسيين وتهريب الأسلحة إلى الدول المجاورة والتحريض على الطائفية التي تعمل على زعزعة استقرار الدول مثل ما حصل في إيران ومثل ما حصل في لبنان واليمن والمملكة العربية السعودية والبحرين ومحاولة التحريض على الانقلابات من خلال تسريبها أو تهريبها للأسلحة. لقد كنا نحن من يتعرض لهذه الجوانب السلبية من علاقة إيران وكنا نمد يدنا لها لبناء العلاقات فنحصل على فيكون نتيجة تفجير السفارات واغتيال الدبلوماسيين، ثم نجد إيران تقول أنها تريد أن تعيش بسلام. نأمل أن يكون ذلك هو حالهم، ولكن التاريخ على مدى السنوات الماضية لم يثبت ذلك، وعليها أن كذلك أن تمتنع عن التدخل في شؤون الدول في المنطقة. نحن نريد أن تربطنا علاقات بدولة لها تاريخ عريق، ولكن ليست دولة تدعم الإرهاب أو تقوم بتفجير السفارات واغتيال الدبلوماسيين والتدخل في شؤون الدول الآخرة. نحن نعلم أن لإيران علاقات مع القاعدة وهنالك روابط بينها، وقد ثبت وجود هذه الروابط بينها وبين سعود المغنية، ولقد أشرنا كذلك أن القاعدة أن كبار قادة القاعدة هربوا إلى إيران عام 2001 وما زالوا يعيشون هناك منذ ذلك اليوم، بمن فيهم سعد بن لادن وأسامة بن لادن وابن أسامة وهو ابن أسامة بن لادن وغيرهم من وقائد العمليات فيها وغيرهم كذلك. وقد كانت أوامر تفجير المجمع السكني في الرياض من صدرت من إيران من قادة القاعدة، وهو أمر واضح ومثير للسخرية أن الدولة الوحيدة التي لم تتعرض لهجوم القاعدة هي إيران، وذلك لأنها تقدم لهم التسهيلات وتساعدهم على اختراق الحدود. ذلك عودة إلى النقطة الرئيسية، إذا أرادت لإيران أن تكون لها علاقات جيدة بدول المنطقة بدول الجوار عليها أن تلتزم بسلوكيات التي تحترم القانون الدولي ومبادئه وعدم التدخل في شؤون الآخرين أو الدول أو شؤون الدول الأخرى والالتزام بمبادئ حسن الجوار، ومن ذلك سيكون لإيران أفضل علاقات مع جيرانها من دول المنطقة. أحمد العمران، The Wall Street Journal. Minister Jubair, welcome back. علي وزير عادل الجبير، أهلا بكم. Prime Minister Theresa May was in Bahrain, stressing the relationship. في الأسبوع الماضي في قمة البحرين رئيسة الوزراء كانت تعبر عن دعمها للتحالف في الحرب في اليمن، في حين أن وزير الخارجية في نفس الوقت أو في نفس الفترة نفسها كان يطلق تصريحات متناقضة، فهل يثيركم أو يثير قلقكم هذا التناقض في المواقف بين الجهتين؟ طبعا أبدا على الإطلاق، لقد كانت هناك اجتماعات عديدة مع وزير الخارجية مع زميل وزير الخارجية بوريس جونسون، ولا أشك في أن تعليقاته التي نقلتها وسائل الإعلام لم تكن صحيحة بالطريقة التي قيلت بها وكانت خارج السياق، فلا توجد هنالك أي اختلاف في الرسائل أو التصريحات التي تصدرها بريطانيا، فبريطانيا والمملكة العربية السعودية تجمعهم علاقات طويلة المدى تاريخية تمتد على مدى قرن كامل 100 عام، وليس لدينا أدنى شك من موقف بريطانيا، وكذلك بريطانيا ليس لديها أدنى شك من موقف المملكة العربية السعودية، ولذلك كما قلت
وكما ذكرت أنه ليس هنالك من جانبنا أي مخاوف تجاه هذا الموضوع، وأعتقد أن الوزير الخارجية ووزارة الخارجية وتصريحاتهما وضحت كذلك الجوانب التي تم اقتباسها بشكل خاطئ أو تم تفسيرها بشكل خاطئ في وسائل الإعلام. فليس لدينا أي شك حول سياسات بريطانيا، وكذلك ليس لدي أي شك موقف زميلي وصديقي وزير الخارجية البريطاني. السلام عليكم معالي الوزير، سؤالي هو هناك تطابق في الرؤى ما بين المملكة وبريطانيا لمكافحة الإرهاب، وهناك تحالف إسلامي تقوده المملكة ضد الإرهاب، فما هو الدعم الذي ممكن أن تقدمه مملكة بريطانيا للتحالف الإسلامي العسكري؟ سؤالي الآخر، أعلنت رئيسة مجلس الوزراء البريطاني بدعم دولتها لدول مجلس التعاون، فما هي أوجه هذه التعاون، وهل قد تشمل إلغاء الفيزا بين مواطنين الخليجيين ودولة بريطانيا؟ سؤالي لمعالي وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل، كان هناك من المؤمل أن تدرج قائمة الحوثي ضمن قوائم الإرهاب، فلماذا تأخر هذا القرار؟ شكرا. The decision on that is. Well, first, thank you. Can I just say thank بداية شكرا لي. لعادل لتوضيح ما الخلط الذي دار حول تعليقاتي، ولكن فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب من المهم جدا، هو مهم على مستوى كبير جدا، ونحن نعمل على مستويات مختلفة، وهنالك تبادل معلومات استخباراتية، وكذلك نعمل على جوانب كثيرة جدا بالغة الأهمية للدولتين. فقد انتشر شر الإرهاب ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط، ولكنه امتد لدول العالم. فسؤالك حول ما نقوم به لدعم دول مجلس التعاون، هنالك التزام عسكري كما ذكرت في يوم سابق أن نحن ندعم دول مجلس التعاون بشكل كبير جدا، فنحن نستثمر ما يزيد عن 3 مليارات جنيه استرليني في المواد العسكرية أو الإمدادات العسكرية، وكذلك نحن نستثمر في المجال التجاري. أما بالنسبة لتأشيرات الدخول فهي أمر الجميع يتحدث عنه، فهو أمر جيد جدا للمملكة المتحدة، رغبة الكثير من السعوديين مواطني السعوديين لزيارة بريطانيا، ويمكن لزيارة معالمها. هنالك نحاول العمل على تسريع إدراج مسار سريع في المطارات لمواطني دول مجلس التعاون، ولكن هو أمر ولكن كما ذكرت نقدر كثيرا رغبة الكثيرين في زيارة المملكة المتحدة. فيما يتعلق نقطة نهائية وهي مجال التجارة الحرة، from the treaties of the European Union. That doesn't فكما mean تعلمون أن بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يعني ذلك أنها غير ملتزمة للاتحاد الأوروبي، ولكنها قد يكون فيها مجال أكثر للعلاقات أو التجارة الحرة لبريطانيا، وهو ما سيضيف فائدة اقتصادية للبلدين. With regards to UK support to the Islamic Coalition, UK was the first أنها تتعاون مع التحالف الإسلامي عند في عدة مجالات، ففي التشاور بين وبين بريطانيا قائم. فيما يتعلق في دعم بريطانيا لدول مجلس التعاون، أعتقد أن الموقف البريطاني واضح جدا في كلام وزيرة الخارجية رئيسة الوزراء البريطانية ومعالي وزير الخارجية البريطاني. في بالنسبة لموضوع التأشيرات، هذه مواضيع دائما احنا نبحثها مع الدول الصديقة لتسهيل إصدار التأشيرات ولتمديد مدة صلاحية التأشيرات. وبريطانيا الحق يقال كانت من أول الدول التي منحت المواطنين السعوديين تأشيرات لمدى 5 سنوات، والآن يمنحوا تأشيرات على مدى 10 سنوات، والتشاور لا زال مستمر بين
الوزارات الخارجية في البلدين في لمحاولة أن نسهل الأمور بشكل أفضل بإذن الله. فما ما يوجد لدي شك أنه بالنسبة للنوايا من الطرفين. فيما يتعلق بموضوع الحوثيين وإدراجهم على قائمة الإرهاب، هذه التشاور قائم بين دول مجلس التعاون، وعندما يتخذ القرار سيتم الإعلان، لكن في الوقت الحالي ما فيه إدراج بالنسبة لهم، لكن فيه مشاورات قائمة في هذا الاتجاه. شكرا لكم.